أسعد الله صباحكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها. إذا كنت ممن يفرطون في تناول الطعام الحار والمنبهات، احذر قرح المعدة. صباح الخير مشاهدينا، إذا كنت ممن يعانون من قرحة المعدة، أرسل استفسارك لضيف حلقتنا وشاركنا بتعليقك وتجربتك عبر صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، فضلاً عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام. تشاركنا. الطعام الحار، المنبهات، مضادات الالتهاب الثلاثي يهدد معدة كل شخص، فتناول هذه الأطعمة والأدوية بإفراط قد يسبب الإصابة بقرحة المعدة التي يصاحبها أعراض عديدة أبرزها الشعور بألم في البطن قد يوقظ المريض من النوم من شدته، وهو ما يستوجب استشارة الطبيب لشرح العلاج المناسب. عن قرح المعدة وكيفية تشخيصها وأبرز طرق العلاج يدور النقاش في حلقة اليوم بعد هذا المقطع من إعداد الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، فلنتابع. قرحة المعدة عبارة عن تآكل صغير موضعي سطحي في الغشاء المبطن للمعدة أو الاثني عشر. أسبابها عدة، لعل أهمها جرثومة المعدة. جرثومة المعدة لها علاقة مباشرة بنشوء وتكون قرحة المعدة. وهناك مسببات أخرى، منها التدخين، الإكثار من الأدوية المسكنة للألم والالتهابات مثل الإسبرين وغيرها، زيادة إفراز هرمون يسمى الجاسترين بسبب بعض أورام البنكرياس، وذلك في حالات نادرة جداً. آلام أعلى البطن عادة ما تأتي بعد الأكل مباشرة، الشعور بالغثيان المستمر أو الاستفراغ، فقدان الشهية وتناقص الوزن، فقر الدم، تحول لون البراز إلى اللون الأسود أو استفراغ الدم، والذي قد يحصل بسبب نزيف في القرحة، وفي بعض الحالات تتضاعف الحالة فيحدث ثقب في جدار المعدة، ويعاني المريض من آلام حادة مبرحة في البطن، وهو من المضاعفات الخطرة. أولاً التشخيص. نشخص المريض عادةً بناء على الأعراض اللي يعاني منها، ننظر له دور كبير في تشخيص قرحة المعدة. فحوصات الدم تعطينا عن مدى أثر القرحة على المريض من فقد للدم أو مشاكل في الكلى لا قدر الله، لكن المنظار هو له دور رئيسي مع أخذ العينات لفحص جرثومة المعدة، لها دور رئيسي في تشخيص قرحة المعدة. والأشعة تعمل كمساندة للمنظار في التشخيص، لكن لا يعتمد عليها وحدها دون المنظار. العلاج. يعتمد العلاج في قرحة المعدة على علاج القرحة نفسها وعلاج الأسباب المؤدية للقرحة. علاج القرحة نفسها يعتمد على استعمال مثبطات البروتون لفترة معينة وربما لفترات طويلة، أقلها من 4 إلى 6 أسابيع، بالإضافة إلى معالجة الأسباب. إذا كانت هناك جرثومة للمعدة لابد من معالجة جرثومة المعدة، إن كانت هناك استخدام لأدوية مسكنات الألم والأسبرين، إيقاف الأدوية مؤقتا أو على طول لفترة طويلة إلى أن تلتئم القرحة. والحديث حول هذا الموضوع من ساعة صباح، ورحب بضيف الدكتور جمال الدين العطار استشاري الجهاز الهضمي والأستاذ بمعهد تيودور بالهارس بالقاهرة. صباح الخير دكتور جمال. أهلا وسهلا. في البداية يعني ربما التقرير الذي عرضناه يعني عرض أهم جوانب ما يتعلق بقرح المعدة وأسبابها، لكن دعنا نفهم من حضرتك في البداية ما هو بالضبط المقصود بقرحة المعدة؟ هو كلمة قرحة فقدان استكمال جزء من النسيج الطلائي. النسيج الطلائي ده ربنا خلقه لنا، في نسيج طلائي خارجي اللي هو الجلد، حتى بيبقى فيه قرحة في الجلد برضه، وفي كل الأعضاء الداخلية بقى، جهاز هضمي وجهاز بولي فيها نسيج طلائي. فقرحة المعدة لما جزء من النسيج الطلائي دوت بيتدمر دي بقى اسمها قرحة، بيحصل لها مضاعفات، هو يبطن المعدة والإثنى عشر وكل الجهاز الهضمي. ربنا جعل في المعدة طبقة مخاطية يعني متماسكة تغطي المعدة كلها،
عشان تحميها منها تهضم نفسها، لأن المعدة تهضم لحم، وهي المعدة عبارة عن برضو لحم. فهذا الغشاء بتيجي نشاط الخلايا بتاعت المبطنة المعدة ديت، أما الخلايا دي تفقد وظيفتها أو تصاب بأي ضرر، هذا الجزء ده يحصل له أنه يعني لا يكون مكتمل، فتبدأ تبقى قرحة المعدة تتكون. فقرحة المعدة زي ما تقال في التقرير أسبابها نفسية. الأول أبرز أنواعها يعني أحيانا عندنا تكون قرحة البعض يعني محتملة، وهناك قرحة غير محتملة. نيجي هنا في عندنا قرحة في المعدة، في قرحة في الإثنى عشر، مضاعفات إلى حد ما متشابهة، لكن الأعراض بتختلف شوية. يعني قرحة المعدة مجرد ما الإنسان يأكل يبدأ الألم يبان، وكل ما كانت القرحة قريبة من الجزء الأسفل من المعدة اللي بسموه جزء فتحة البواب أو كده، بيبقى الألم أسرع من ما يكون في الجزء الأعلى. لكن في الإثنى عشر لما أكل الألم يقل. ليه بقى؟ لأن أول ما بأكل المفتاح يعني صمام البواب ده بيقفل، فالحامض اللي في المعدة ما ينزلش على القرحة فيبقاش فيه ألم. وذلك قرحة الإثنى عشر ألمها يجي بعد الأكل فترة طويلة، بعد ما معدة تفضل. يعني لو تحدثنا عن يعني هناك نوعان من القرح، قرح المعدة وقرح الإثنى عشر. الإثنى عشر بالأكل يشعر المريض بتحسن، عادة الواحد بيجيله وهو جعان. بعد ما معدة تفضل، فالحامض اللي في المعدة بيبدأ ينزل على الإثنى عشر فيهيج القرحة فيسبب الألم. تمام. فأنا لو كلت، الطبيعي أن فتحة البواب تقفل والمعدة تشغل بهضم الأكل اللي فيها، فالحامض مش هينزل من المعدة على القرحة في الإثنى عشر، وبالشكل هو مش هيحصل. يعني الأكل يريح الإثنى عشر في المصاب بالقرحة، وعدم الأكل يريح المعدة المصابة بالقرحة. تمام. طيب في المعدة برضو في المعدة كتير جدا يحصل قيء بعد الألم دوت، لذلك بعض المرضى بيقيء نفسه، يحط صباعه بقه عشان يتقيء، مجرد ما تقيء الألم بيقل. ده دليل ان الاكل مع قرحة المعدة يعني يهيج، هي موجودة كده كده موجودة. تمام. طيب ابرز الاسباب، احنا يعني ذكرنا في التقرير وربما يعني نتحدث عن الاسباب التي يعني يمكن تجنبها، او الاسباب التي يتسبب فيها الانسان او الشخص بعادات معينة خاصة البداية. يعني صعب في حاجات وراثية، يعني ناس يعني أسرة مشهورة بكده يعني. لكن التدخين، الأدوية، الإدمان على أدوية ضد الالتهابات أو الإكثار منها بدون، اللي هي ضد الالتهابات اللي هي الصداع والحاجات دي، اللي هي لا مش البرامول أو كده، لا اللي هي زي الفولترين والكتافلام والحاجات دي اللي هي ضد الروماتيزم، اسمها ضد الالتهاب. الاستمرار فيها كتير دي بتخلي، لان بتاثر على الافراط فيها، بتاثر على مكونات الغشاء ده، فبتخلي يبقى عرضه انه يحصل كده. في بعض حاجات اصابات بتصيب الانسان عداء، يعني قدرا ان واحد جاله جلطه في المخ، ممكن دي تؤدي الى يحصل قرحه في المعده. واحد بيعمل عمليه في الدماغ برضو ممكن كده. واحد جاله حرق كبير، وذاك الوقت من ضمن علاجات واحد جاله جلطه في المخ، من ضمن العلاجات نديله على طول في الحال علاج قرحه المعده. يعني لا ينتظر الطبيب حتى يصاب، هو بيبقى عارف ان عرض يعني من اعراض الجلطه. قائمه العلاج بتاعتي ان انا بديله حاجات للجلطه وبديله حاجات لقرحه المعده. العلاج قرحه المعده ان انا بدي حاجات تقلل افراز حامض الهيدروكلوريك اسيد بتاع المعده. تمام. طيب بالنسبة هذا يعني الأمراض أو العادات أو الأسباب الوراثية، ماذا بشأن عادات الشخص نفسه؟ يعني سمعت مثلا عن طريقة تناول الطعام أو طريقة الجلوس أثناء تناول الطعام؟ لا الجلوس ما العادات الغذائية، الشدة العصبية. يعني أنا باكل ومهتم ببرنامج التلفزيون مش عارف إيه بتابعه، ومتابعه يعني إيه مش للتسلية، لا منفعل معه. منفعل معه.
دايما الاكل عايز مش حكايه الجلسه، الاسترخاء النفسي، ان انا ما بقاش مشدود وانا باكل. دي حاجات كلها بتساعد على قرحه المعده. انما طريقه الجلوس ليس لها، الجلسه نفسها يعني عادي. طيب الانواع الاطعمه او العادات الغذائيه، يعني ذكرت التدخين من احد المسببات. البتاع ده الحاجات الحاره اللي هي بيسموها سبايسي دي كده، الشطه والحاجات دي الاكثر منها الاكثر. طبعا يعني لان انا سمعت ان هي نفسها الشطه والفلفل وال يعني المأكولات الحاره هذه ليها فوائد. الاكثر منها، وبرضه مش كل الناس يعني، في واحد ما يتحملهاش وواحد متحمل. طب يعني المقصود بالافراط او الاكثر يا دكتور بقول حضرتك هو يعني برضه زي ما قلنا الناحيه الوراثيه، هتلاقي مثلا الباكستانيين او كده بياكلوا شطه وفلفل وكده اكتر مننا، لكن يعني هي بس هم الاكثر منها. وخصوصا اذا كنت انا عندي فعلا قرحه في المعده بقى، يعني عرفت ان عندي قرحه يبقى لازم اتجنب الحاجات دي كلها. تمام. الادويه برضه بتاعه الروماتيزم والحاجات دي لازم من الواحد ايه يعني ياخدها عند اللزوم وبطريقه منتظمه، وعند يعني ما يكون محتاجها فعلا، مش يستسهل ان كل حاجه ياخدها كده. تمام. طيب طبعا ننوه مشاهدينا الى اننا نتلقى مشاركاتكم واسئلتكم عبر ارقام الهاتف التي تظهر اسفل الشاشه وعلى صفحات الجزيره المباشر على فيسبوك وتويتر، وكذلك عبر موقع الجزيره المباشر. ومعنا اتصال من المملكه العربيه السعوديه. معنا علي. اهلا وسهلا يا علي، صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام. بغيت اسال الدكتور، عندي حموضه جدا جدا، وتعالجت من قال عندك جرثومه، تعالجت من الجرثومه ويقول انها ترجع، ما ادري لا علاج ما ادري ايش الحل في ذلك. هي رجعت يعني حاليا؟ راجعه، وحقق الام شديده في راس المعده. طيب يعني الطبيب شخص ان حموضه فقط ام قرحه؟ لا، يقول عندك جرثومه المعده 70 او قال 80%، واعطاني علاج لمده 3 اسابيع ورجعت كما هي. وحموضه مشكله شديده جدا جدا. طيب دكتور جمال، الحاله واضحه؟ هو طيب شكرا يا علي، اسمع الاجابه من الدكتور جمال. الحموضه اللي الاخ علي بيتكلم عنها غالبا اللي هي الحراره اللي ورا في الصدر اللي بتيجي بعد الاكل دي، بتبقى اساسا ارتجاع في المريء، وبرضه زياده افراز الحامض بتاع المعده، وبيبقى المحبس بتاع بين المريء والمعده مش مظبوط، فالحامض بيطلع من المعده يطلع المريء. جدار المعده ربنا خلقه يتحمل الحامض، جدار المريء ما بيتحملوش، فبيحصل الحرقان اللي بيجي بعد الاكل دوت. ده بيستدعي ان انا اعالج الحموضه بتاعت المعده برضه نفس العلاجات بتاعت قرحه المعده. نفس العلاج. وبعدين بدي حاجات تسهل حركيه المريء وتخلي المحبس ده يقفل كويس والمريء نفسه يفضي على المعده. وبعدين اتجنب. طب هو كان مصاب بجرثومه بيقول. ما انا اقول حضرتك اتجنب النوم بعد الاكل. يعني اكل يعني دايما يكون نومي بعد اكل بساعتين على الاقل. عشان خاطر ايه؟ يبقى الحامض خلص وكده، مفيش فيه احتمال ان المواد في المعده ترجع. حكايه الجرثومه دي بقى في راينا علميين. الجرثومه طبعا المفروض تتعالج كويس، لكن في راي علمي بيقول ان هي لما بتتعالج الحموضه دي بتزيد، لان هي بتاثر على الخلايا بتفرز الحامض، بتخليها ما تشتغلش كويس. يعني علاج الجرثومة يسبب الحموضة، يخلي الخلايا تشتغل كويس فالحموضة هتزيد. طيب. فأنا هبدأ أعالج بقى أن أنا أدي حاجات تخلي محبس بين المريء والمعدة يتظبط، وبرضو أدي علاج للحموضة نفسها لإفراز الحامض. طيب تمام، إن شاء الله تكون الإجابة وضحت يا أخ خالد. يا أخ علي، معنا اتصال آخر من السعودية كذلك. خالد صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير لكم جميعا. أهلا وسهلا. أنا يا دكتور عملت منظار، وقال لي الدكتور أنه عندك قرحة في المعدة والاثنى عشر، وتم علاجها والحمد لله، لكن بقي عندي مشكلة ما أدري هل لها علاقة في المعدة أو الاثنى عشر، وهي أنه لما
أكمل 6 ساعات من النوم أصحى من النوم على آلام، مجرد ما أجلس على الكرسي 10 ربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة تذهب هذه الآلام. ما أدري يا دكتور هل أبقى على الخط لكي تستفسر أو تمام؟ طيب السؤال واضح يا دكتور هو ولا نخلي خالد معانا عايز يسأله في حاجة؟ خليه لحظة. هو الفكرة أنه الألم اللي بيجي بعد الأكل مدة زي ما اتكلمنا شوية ده غالبا قرحة في الاثنى عشر، بس هو بيقول إن هو لما قرحة في المعدة والاثنى عشر وتعالج بس ما ممكن برضو بترجع تاني فهي عايزة أنه أول حاجة يعني يستحسن يعمل سونار الأول عشان تتأكد أن المرة ما فيش فيها مشاكل، لأن برضو تدي أعراض زي الحاجات دي. وبعد كده إذا كان في سؤالي عن النوم الألم، ما الألم ده بيجي بيصحيك من النوم. أيوة بعد 6 ساعات بس ما هو كنت ساعتها كنت المعدة فاضية، فهنا الحمض بتاع المعدة المعدة حمض المعدة بينزل على 12 يعني في حاليا قرحة في 12 احتمال كبير يعني يبدو ان قرحة 12 عادت يا استاذ خالد، فيمكن ان يعني تعيد الفحص مجددا، واتمنى لك الشفاء. ممكن يكون يا دكتور الألم اللي بعد 6 ساعات ما له علاقة بالمعدة و 12؟ حضرتك يعني بتقول ان هو بيجي بيصحيك من النوم بعد 6 ساعات اللي هو ده يعني احتمال كبير جدا يكون حاجه في الاثنى عشر، احتمال مش 100%. فانا لما اعمل يعني الفحوصات لما اعمل السونار وبعد كده لو طلع سليم اعمل منظار الثاني الاثنى عشر هيكون احسن بكتير. تمام يعني شكرا لكم يا استاذ خالد، شكرا جزيلا. طيب معنا اتصال اخر. ليس معنا اتصال اخر. طيب علي كذلك يعني تحدث عن يعني في ربط ما بين الحموضة والقرحة في حالة علي. هو الحموضة ممكن يكون عندي الحموضة دي عبارة ارتجاع في المريء، الحموضة الحرقان تمام بيسموها حرقان في الصدر او قلبي بيحرقني دي يعني بالضرورة من عنده من عند قرحة يتسبب الحموضة؟ لا مش شرط اطلاقا، لا مش شرط اطلاقا. انما القرحة دي موضوع تاني اللي هو ألم بيجي نتيجة الأكل اللي هو بيخلي الحامض يزيد بالنسبة للمعدة فيخلي القرحة توجع، أو الواحد بقاله مدة ما أكلش فالحامض المعدة بينزل 12 يسبب ألم في 12، وده لو كان أي حاجة ساعتها تلاقيه بيرتاح. تمام. طيب في سؤال أيضا وصلنا، هل هناك علاقة بين الصداع النصفي وقرحة المعدة؟ يعني فيش علاقة واضحة، لكن يعني احتمالية الموجود الصداع النصفي برضو ده مرض يعني ما هوش بذاته. وبعدين يعني برضو من الأمراض اللي هي مجهولة السبب أو لغاية دلوقتي والقرحة، فممكن جدا الإنسان يكون عنده الاثنين يعني، بس ما يكون عندي أعراض يعني فيش علاقة واضحة يعني لا ومفيش حاجة أساسية في الموضوع. تمام. طيب كنا عايزين بس نقول عن مضاعفة بعض الأعراض المهمة، احنا قلنا وقت الألام وكده، لكن في ممكن قرحة المعدة بقاش في أي أعراض خالص وفجأة الإنسان يتقيأ دم، يكون أول حاجة يعرفها أنه عنده قرحة في معدة أنه يتقيأ دم، يعني مفيش أي أعراض ولا ألام ولا استيقاظ من النوم خالص. وفجأة يتقيأ الإنسان دم أول مرة يتقيأ دم، ده دم ده بيبقى غالبا له بني عشان خاطر الدم تختلط مع حامض المعدة بيسبب مادة هيماتين لونها بني زي القهوة، فده بيحتاج يعمل منظار مش بس عشان شخص قرحة، بس ده كده يعني ممكن يبقى فيه خطورة أو الموضوع ما فيش خطورة بس قرحة لا ما بقول عشان كده منظار مهمته كذا حاجة. أول حاجة القرحة دي نوعها إيه، وخصوصا لو كان واحد سنه كبير ممكن يكون مش قرحة عادية ممكن تكون ورم. الحاجة التانية هل هي قرحة ولا دوالي في المريء أو حتى يعني تشوهات في الأوعية الدموية بتاعت المعدة، في بعض حاجات في الاتصال بالوريد بالبتاع ده بالشريان بيحصل توسعات معينه كده خلقيه تعمل نسف، فدي علاجها مش مجرد بقى العلاجه بتاع القرحه العاديه، ده عايزه حقن وكي وحاجات علاجات معينه كهربائيه معينه بالمنظار برضو، فدي مهمه جدا. ممكن واحد فجاه يجيله زي ما قال في التقرير انه يحصل القرحه تنسقم، يبقى الحامض اللي في المعدة يخش على الغشاء البريتوني يعمل التهاب بريتوني، يبقى آلام حادة جدا، بقت حالة حادة في البطن، ودي ساعتها عايزة تدخل جراحي.
هبان طبعا بدنا بعمل اشعه هلاقي ان الهواء اللي في المعده خرج وعمل طبقه تحت الحجاب الحاجز يعني لا تشخيصها خالص، وجدار المعده متصلب جدا وفي يعني لها طريقه التشخيص بتاعتها، ودي عايز ساعتها تدخل جراحي. يعني الحاجات يعني اللي عايز اقول عليه ان قرحه المعده ممكن يكونش في اي اعراض ويجي اول حاجه كده، ممكن تكون في اعراض وتيجي الحاجات دي بعد كده. تمام، يعني مش شرط يكون في اعراض ظاهره ولكن طب عايزين نعرف برضو من حضرتك يعني كيف نستشعر ان في قرحه في المعده ان كانت لا توجد هذه الاعراض. ولكن اسمح لي نشرك معنا ام خالد من قطر. صباح الخير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كلام الدكتور. اتفضلي معك. دكتور لو سمحت اخي فيني انا احس مثل الغزه في معدتي بعض الاحياء. فين حتى في المعده يعني تحت عدم تحت عدم تحت ايوه تحت الحاجب على طول. بتيجي امتى الغزه ديت يعني؟ بعض الاحيان دكتور يعني مثلا اذا اكلت حاجه ثقيله او فيها دسم او شيء. بقى لها مده كبيره يعني كده؟ اي بقالي يمكن 3 سنوات كده. في قيء بيجي بعدها ولا حاجه؟ لا لا والله انصح نبدا اول يعني الفحوصات السهله اللي هي اعمل موجات صوتيه على البطن بيسموه سونار. سويت دكتور هذه ما طلعش حاجه في المراره؟ لا قال لي ما فيش حاجه. خلاص اعملي منظار حضرتك. منظار؟ بس انا خاف من المنظار يا دكتور. هو يعني قالوا لي سوي منظار بس هو مش ظريف لكن هو بيتعمل عادي يعني، وممكن واحد يعمله بيديله بنج خفيف كده وما يحسش بحاجه باذن الله. بس ما ادري متردد دكتور اني اسوي هذه يعني. لا ما تترددي اعملي. ما في حاجه ثانيه دكتور يعني؟ لا هو الحقيقة منظار هو الحل الأمثل. أعتقد التشخيص ضروري يا أم خالد، يعني حتى تحصل على العلاج السليم يجب أن يتم التشخيص بشكل سليم. أيوة خلاص إن شاء الله تعملي المنظار وإن شاء الله يطلع حاجة بسيطة بإذن الله. ما أخذ موعد عندك يا دكتور مثلا أنت أشوفك أقابلك؟ أنا الحقيقة أنا قاعد الدكتور يعني مش مقيم هنا أم خالد. نتمنى لك الشفاء أم خالد. شكرا شكرا جزيلا. صباحك سعيد. الناس بتخاف من المنظار لانه اتصور انه من غير بنج احيانا بيكون ممكن غير تخدير ممكن كده ممكن يبقى فيه تخدير كامل عشان الموضوع لا مش كامل زي العمليات بس الواحد ما يحسش بحاجه خالص ما يحسش بحاجه ياخد حاجات خفيفه كده يحس بعد المنظار ما يخلص بربع ساعه يبدا يستفيق يعني. يعني أم خالد ممكن تعمل المنظار من غير ما تشعر خالص يعني. خالص تمام طيب ده شيء كويس. كنا كمان نتحدث عن مسألة عدم الأعراض يعني ما فيش أعراض ولكن أو أحيانا تكون أعراض ملتبسة يعني في ألم في نغزة بالضبط زي ما قالت أم خالد. المفروض يعني نحذر من إيه أو نخلي بالنا من إيه؟ أحاول أوصل لتشخيص لأن في حاجة اسمها عسر هضم عادي، القولون تعبان مش عارف إيه الكلام ده، كل حاجة يقول لك القولون عندي تعبني، كل أعراضي يرجعها إلى إن القولون هو اللي تعبان. لا أنا يعني أبدأ أفكر في الموضوع بجدية كده. يعني أعتقد إحنا العامة عندنا خلط ما بين آلام القولون والحمودة كل حاجة عندي قولون قرحة المعدة عندي قولون عصبي. بالظبط يعني في خلط دايما وتفسيرنا في هذا الإطار لا شوية حموضة لا ده يعني قولون زي ما حضرتك بتقول ولكن أحيانا يكون الأمر يعني غير ذلك إزاي نميز يعني لو في علامات الأول باخد العلاج البسيط العادي وأخبر حضرتك وبعد كده إذا الحكاية استمرت أبدأ أعمل حصات يعني حكاية الحموضة دي ممكن يكون بعد كده في التهاب في أسفل المريء ويؤدي إلى حاجات تانية مش كويسة بعدين. يعني حتى الحموضه لا يجب يعني تجاهلها يعني مش رايت تتصلح معايا ابدا اعمل منظار هيبقى اشوف في عندي في التهاب في اسفل المريء في تغير في الخلايا في حاجات زي كده اهوت عايزه متابعه بعد كده. طيب دكتور مساله يعني الحاله النفسيه احيانا يكون يعني يكون انسان او الشخص مثلا تناول اكل خفيف صحي ما فيش فيه مشكله اصلا يعني بياكل قليل ولكن تحدث اضطرابات في المعدة أو ربما تنتج بعض القرح و يعني البعض يرجع ذلك للحالة النفسية مفيش حاجة شيء عضوي هل هذا ممكن مع قرحة المعدة؟ هو يعني قرحة المعدة الناحية النفسية بتؤدي إليها في الآخر لكن مش يعني مش أنا اتعرضت لحالة نفسية دلوقتي يجي لي قرحة ساعتها على طول وإن كان زي ما قلنا إن في أمراض معينة زي ما قلنا دلوقتي جلطة
عمليه جراحه في الدماغ او الحرق ده ممكن يؤدي لقرحه في المعده في الحال. لكن الحاله النفسيه العاديه يعني اذا كنت انا اصلا معدتي تعبانه ويمكن كانت هتعمل قرحه يمكن دي تخليها تبقى زياده تدخل كعامل زياده كعامل زياده. تمام. المفروض يعني نخلي بالنا من ايه؟ المفروض نفحص ايه دايما واحنا بنتعامل او يعني عايزين نلاحظ صحتنا ومنها بالتاكيد المعده وقرحه المعده؟ هو المفروض انا اكل اكل مظبوط و اخلي مواعيد اكل لحد ما منتظمه ما افرطش في الحاجات اللي هي قلنا عليها ادويه معينه الحرارة والمنبهات الادويه والحاجات دي كلها. والاعتدال في شرب الشاي والقهوه دي كويسه جدا لكن هو الاكثار فيها بيزود افراز الحمض بتاع المعده. لكن لما اشرب بطريقه عاديه بالنسبه يعني اللي المفروض يعني ايه مقبوله 2-3 في اليوم كده كان في ناس طول النهار ادمان على الشاي الحاجات دي كلها كل حاجه بنيه على فكره يعني الشاي والقهوه والكوكاكولا الكاكاو كل حاجه بنيه فيها كافيين اللي هو بيعمل كثرته تعمل افراز الحمض. كل هذه الامور. طيب في نقطه مهمه مساله في متعلق ايضا بالطعام وطريقه الاكل الدايت. في طبعا هوس بمساله الدايت والنظام الغذائي ولكن ناتي الموضوع الدايت بعد ان ناخذ هذا الاتصال من منعم من المغرب. منعم منعم صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك عندي 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 سيدة مريضة بالمعدة ياك عندي مريضة بالمعدة وكانت عملت واحد الفيبرو نقولوا له هنا في المغرب فيبرو تيو واحد آلة توضع في الحرق إلى داخل المعدة. يعني هذا دواء ما تتحدث عنه دواء أنت فاهم؟ لا ليس دواء هي آلة لمراقبة داخل المعدة. منظار يعني منظار اي منظار من فضلك منظار ياك. كشفت عند الدكتور قال لها عندك ميكروب ازال لها شيء من المعده ودرنا له تحليله وقالوا لها عندك ميكروب ياك استعملت دواء شوفيت الان عند مشاكل تشعر كان عندها عصا في الحنجره مع المعده كان عندها عصا في الحنجره مع المعده وصداع في الظهر. طيب انتظر يا منعم انت فاهم حضرتك القصه يعني يبدو انك كان عندك قرحه عصا في الحنجره مع معده وارتفاع في الضغط وسنها كم سنه؟ كم سنه سنها يا منعم؟ 39 سنه. انت عصا في الحنجره دي يعني حرقان مثلا تشعر ان من فضلك تشعر انها كان عندها عصا من الحلق الى المعده تصاعد عصا من الحنجره للمعده يعني شيء زي شيء انصلب تحس كان عندها شيء انصلب. يجي لها امتى دوت لما تتحرك وتمشي ولا كده لما تاكل؟ لا مع مجهود يعني عادي 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 الاكل ليس مشكل في الاكل ولكن تحس عندها شعور كان شيئا بين الحلق والمعده كالعصا. يعني تشعر بحرقان زياده شويه احتمالات اتيه هو الدواء الذي اعطاه لها الطبيب اعطى مفعول لكن الان تحس عاوتاني نفس المشاكل ماذا ستفعل من فضلك؟ تمام. طيب شكرا يا منعم شكرا لك على المداخله. يعني يبدو انها كان عندها قرحه وخد الدواء هي الاحتمالات كده ان هي دي ممكن ناحيه نفسيه الواحد بيحس ان في حاجه واقفه في زوره هنا دي نفسيا يعني ومش مرض نفسي يعني كده نفسيا بتحصل مع ناس كثيره يعني الحاجه الثانيه ده يكون برضو ارتجاع في المريء المفروض تعمل برضو سونار على المراره. الحاجه الثانيه وهي بعيده شويه عشان سنها صغير 39 سنه بتعمل رسم قلب لان ساعات الشريان التاجي يعمل الام بالشكل ده. يعني الفحوصات المطلوبه منها رسم قلب او سونار على المعده ثاني سونار على المراره وبعد كده هوت ان هي تاخد حاجات لارتجاع المريء وبعد كده برضه احتياطيا تعمل رسم قلب. تمام. طيب معنا كذلك سعد من الكويت. اهلا وسهلا استاذي يا محترم سلام وتحيه لك في كل وقت وحين وباختصار يا استاذ.
لابد من الرقابه والمتابعه الصحيه، ولكن انا احس احيانا بالمعده، يعني الام وامراض كثيره في المعده، يعني جسديا بدنيا، وقد يكون سبب المأكولات المنتهيه التالفه، وكذلك الحسد واخيرا يا استاذي المحترم، ابعد الله عنا وعنكم المحرض والمؤذي والمؤذي والمحرض، تحياتي لكم وللبرنامج. شكرا جزيلا سعد من الكويت، شكرا جزيلا لك. والآن نذهب مشاهدينا إلى فاصل قصير، نعود بعد الاستعراض تعليقات متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. حكاية جديدة في رحلة لا تنقصها الإثارة، حكاية تكشف حاضر اليوم وأخرى تستشرف المستقبل. الجزيرة الوثائقية، وراء كل صورة حكاية. يمكنكم مشاهدة الجزيرة الوثائقية بجودة عالية على نفس مدار نايلسات على الترددات التالية: 2. أهلا بكم من جديد، نتعرف معكم الآن على مجموعة من تعليقات وأسئلة متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حياة اليماني. إليك حياة. صباح الخير أحمد، كنا قد طرحنا عليكم مشاهدينا سؤالا بأن تنقلوا إلينا أسئلتكم أو ربما تعليقاتكم وخبراتكم فيما يتعلق بمسألة قرحة المعدة، ليجيب عليها معنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور جمال الدين استشاري أمراض الجهاز الهضمي. بدر العولقي تقول: هناك عادات خاطئة تتسبب في قرحة المعدة، أهمها الإفراط في البهارات والصلصة والتدخين، وأهم طرق العلاج تتركز على أكل الوجبات الخفيفة من خلال تقليل الكمية وتعدد الوجبات حتى يتماثل المريض للشفاء. بدر، ربما يمكن التأكد من صحة ذلك من خلال الطبيب. خير يقول: أعاني من قرحة في المعدة من حالة الأمة العربية. هذا تعليق سياسي بدرجة كبيرة. خير، هناك عبر تويتر هواجس أبو صقر يقول أو تقول: أعاني من آلام شديدة، فهل يوجد علاج غير كيميائي؟ هواجس أو أبو صقر، ابقى معنا لتعرف إجابة هذا السؤال. أسعد يقول: لازم تشبع نوم، ممنوع الأكل قبل النوم، وأحسن دواء هو قراءة القرآن، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. للأسف سنسأل الطبيب يا أسعد. محمد يقول: أحد أسباب القرحة المشروبات الغازية وكثرة تناول القهوة العربية، وهذه خلاصة تجربتي، وعندما توقفت عنهما لم أشتكي بعد ذلك. ربما هذا التعليق الأخير أحمد يطرح تساؤلا: هل هناك أعراض تشبه أعراض قرحة المعدة تنتهي فقط بالتوقف عن عادات خاطئة في الغذاء، أم أن القرحة بالفعل تنتهي بالتوقف عن بعض عادات الغذاء؟ سنطرح طبعا هذا الموضوع، وخاصة هل بالفعل القرحة يعني مزمنة؟ نسمع كثيرا أنها تعود حتى بعد العلاج. نعم. سنعرف من الدكتور. شكرا لك يا حياة. نعم. وشكرا طبعا للمشاهدين ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الحديث متواصل مع دكتور جمال الدين العطار. يعني من ضمن التعليقات وما طرحته حياة والمشاهدين مسألة يعني التوقف عن بعض العادات يمكن أن يجنبنا ويقينا من قرحة المعدة، وهل هي مزمنة؟ يعني لا نقول ابدا تم الشفاء من القرحه، قرحه المعده تعود باستمرار؟ لا، ما تعودش باستمرار طبعا. والفكره زي ما قلنا في عندنا حاجه اسمها الميكروب الحلزوني، ده من ضمن الاسباب اللي الخلايا ترجع تاني، ولذلك بياخد عينه من القرحه وبتتفحص عشان الميكروب الحلزوني، ودي اذا كان في ميكروب حلزوني بياخد له حاجه اسمها العلاج الثلاثي، ثلاث انواع الادويه من ضمنها مضادات القرحة نفسها. دي مهمة جدا كده. طبعا التوقف على الحاجات اللي هي أدت إلى حدوث القرحة نفسها. الإكسار زي ما أحد المتواصلين معنا قال، إكسار من المشروبات الغازية والإكسار من القهوة كتير، القهوة نفسها كويسة، لكن إكسار منها هيزود إفراز الحامض.
في الواحد ممكن يحس باعراض زي اعراض القرحه ويكونش عنده قرحه فعلا بس هبان بالمنظار. يعني ساعات بيبقى في ايه بيسموها يعني نقط كهوه صغيره التهابات خفيفه جدا في منطقه اسفل المعده دي بتدي اعراض زي القرحه بالظبط. مجرد التهاب لا 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 يصل او يرقى للقرحه ولكن علاج زي القرحه وبتدي بتاع ده. فهي كل الحاجات دي كلها لازم تتحط في الاعتبار. فالموضوع يعني اوسع انها قرحه مجرد قرحة. من توقف عن المياه الغازيه وال هو طبعا هذا هو لو اعتدل فيها هتروح برضو الاعراض يعني يوقف خالص زي ما الاعتدال في كل شيء كويس. الاعتدال كويس. طيب حضرتك قلت انها مش مزمنه يعني حضرتك لا الطبيعي انها القرحه تعالج وما فيش مشكله لا تعود لا ليس مش شرط تعود بالشرط اذا كان في وعشان كده دايما دلوقتي لما بعمل منظار باخد عينه من القرحه وخصوصا بتاعه المعده بالذات العينه ده سبابين اتاكد انها مش ورم ان ممكن تبقى في ورم في المعده خصوصا في السن الكبير ويبقى يجي في صوره قرحه وفي الناحيه الثانيه اشوف الميكروب الحلزون تمام. طيب كنا نسال عن يعني في الختام نقطه مهمه مساله الدايت او النظام الغذائي. طبعا انت حضرتك عارف ان حاليا في هوس مساله مع انتشار البدانه والسمنه في العالم العربي ففي كثير من انظمه غذائيه منها من يتجنب اللحوم ومنها من يتجنب النشويات يعني طرق عديده في مساله النظام الغذائي. هل من بين هذه الأنظمة ما يمكن أن يكون سببا في تهيج قرحة المعدة؟ والله ما أعتقدش قوي لأنه النظام الغذائي اللي هو المنطقي وعلمي أنا بكتر بالألياف يعني الخضروات وكده بقلل من النشويات فدي كلها حاجات مش هتزود القرحة بس وبعدين حتى بقلل من الحاجات المحمرة والبهارات والكلام دي كل ده صحي ما فيش فيه مشكلة بس أنا يعني نصيحتي للناس على تستعمل النظام الغذائي ما يحرمش نفسه من حاجة بس يعتدل يعني إذا كنت باكل رغيف أنا الأجسام بتختلف يعني في واحد جسمه يخزن وفي واحد جسمه بيحرق فأنا ممكن أكون باكل رغيف بيخليني أبقى سمين وممكن واحد رغيفين وهو قد كده فالفكرة إن أنا أشوف نفسي باكل إزاي وأكل ربع أو نص اللي باكله من النشويات نقلل من الكميات. طيب مسألة العملية قص المعدة أو بلاش علاقة بيبدأ الناس بقى الحاجة المفرطة أزادة على ليس لها علاقة بالقرحة يعني لا تسبب لا 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 ما تسببش قرحة. طيب أخيرا دكتور جمال يعني نصائح عامة إذا كان يعني هناك معاناة من بعض الألام في المعدة سواء بسبب القرحة أو الحموضة أو غيرها أو في الاثنى عشر كما تقول ما هي أهم الأعشاب أو المأكولات التي يمكن أن نحرص عليها تساعدنا على تجنب الألم؟ كان هناك مشروبات أو أعشاب طبيعية؟ أعرف تشخيصي إيه مهم جدا التشخيص وبعد كده هوت في حاجات مثلا زي الأرثوس بيبقى كويس مفيد يعني الأرثوس زمان كان حتى مكتوب في كتب الطب العلاج قبل ما يطلع الأدوية الجديدة دي زمان يعني احنا طلبة بس بعد كده اتلغى لانه بيعلي الضغط. اتلغى؟ يعني اتشال لانه بيعلي ضغط الدم. بيعلي الضغط تمام. يعني حاجه ثانيه غير الارقصوص؟ الاكل الطبيعي اللي فيه الياف وكده كويس جدا عشان يمتص الحموضه بتاعت الحامض. تمام يعني الارقصوص من ضمن المشروبات التي تساعد على بس ما افرطش فيه عشان ضغط الدم. تجنب قرحه المعده ولكن الافراط فيه يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. وخصوصا كنت عندي ضغط. يعني هذه يجب وضعها في الاعتبار. نصائح أخرى فيما يتعلق بالأغذية الاعتدال في كل شيء الاعتدال شكرا جزيلا دكتور بهذا تنتهي حلقة اليوم من ساعة صباح أشكر ضيفي دكتور جمال الدين العطار استشاري الجهاز الهضمي والأستاذ في معهد تيودور بالهارس بالقاهرة نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وصباحكم سعيد.